تمام سمعت واكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم من خلال فقراتنا. البدايه دائما من خلال فقرات تغذيتنا اهم، وككل اربعاء كيكون حاضر فيها الاستاذ والباحث محمد وحسين، اليوم متخصص في التغذيه كذلك. صباح الخير. صباح النور. اذا اليوم التغذيه دائما في المواد الغذائيه اللي كتعطي طاقه للجسم. الاسبوع اللي فات كنا تكلمنا على الوجبه ديال الفطور، الاهميه ديالها وشنو المواد اللي ممكن تشملها هذه الوجبه هذه باش انها تعطي طاقه لا لينا لا للوليدات ديالنا. سي فري اليوم كنتكلموا على الوليدات بشكل كبير، لان كاين ما يطرح باسم لانش بوكس وهاد الامور كلها، والامهات اشنو نديروا فيه وشنو نعطيو لوليداتنا. فاحنا كنحاولوا نسهلوا عليكم من خلال المواد الغذائيه اللي ممكن انها تعطي هاد القيمه المضافه اللي هي الطاقه. نمشيو للوجبه ديال الغداء اولا نمشيو ما بين الغداء والفطور؟ واش نمشيو نبداو بسناك اولا باللومجه اولا شنو اولا نمشيو ديريكت من الغداء؟ اللومجه. 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 تبارك الله، هذا مصطلح في اللغه العربيه زعما ماشي واخا لا ما كاين حتى شي مشكل. نعم. رابيل سميتو الوجبه ديالك غير سريعا. سريعا قلنا بان الفطور ممكن اننا نمشيو لما يسمى بلي سيريال او الحبوب الكامله او الدقيق الكامل. هذا علاش؟ لانه غيعطي الوليدات ديالنا وخلاص، حتى لينا ماشي غير الوليدات اللي حنا محتاجين، غيعطي الوليدات ديالنا ما يسمى بالالياف، وديك الالياف لها دور كبير وكبير جدا على اساس انها تعطي الطاقه اللازمه للوليدات باش انهم يركزوا وكذلك يكونوا يسمعوا الاداء ديال التدريس اللي كيكونوا في الوقت اللي كيكونوا اثناء الحصه. نعم. قلنا سميتو الفطور يكون فيه الحبوب الكامله، الفطور يكون فيه الفواكه وخاصة بحال داكشي ديال الزبيب، بحال الفواكه الجافة. الفواكه الجافة والزبيب والتمر والشريحة هذو كلهم مفيدين جدا وغنية بمضادات الأكسدة اللي غتعاونهم وتعاون الدماغ ديالهم على أساس يكون شغال بنسبة ما بين 90% حتى 100%. ولكن الوليد ديالنا الدماغ ديالو شغال 100% هذاك الشيء اللي بغينا. نعم. وكذلك نحطوا ليه شي حاجه ديال الياورت الا كانت في الامكان، الياورت او لا الرايب، هذا حتى هو ممكن نحطوه. وفي هذاك الرايب كنزيدوا عليه شكون ابيل داك لو بونغرا، ولو بونغرا حنا دائما كنقولوا داك الرايب نزيدوا فيه شويه ديال القرقاع، نزيدوا فيه شويه ديال اللوز، نزيدوا فيه داك الدهون الجيده، نزيدوا فيه الحبوب ديال الشيا، الحبوب ديال داك زريعه الكتان، هذو كلها ممكن نزيدوها ونخلطوا وكيولي هذاك لو بول ديالنا ولا ديك الزلافه ديالنا غنيه بما هو بروتينات. نعم. وما هو دهون جيده. نعم. هذا فطور. وممكن كذلك في هذا الفطور نزيد لهم شي كاس داتاي. علاش؟ لان كاس داتاي فيه لي بوليفينول وفيه اللي هما مضادات الاكسده اللي غادي يحميو ليا الدماغ ديال الوليدات ديالنا من 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 دوك الشوائب اللي تقدر تاثر على الاداء ديال الدماغ ديالهم. ممتاز. هذا الفطور ديالنا. دونك الفطور فيه هذه المكونات اللي كما لاحظتي غيكون فيها اشياء اللي هي جد مفيده للوليدات ديالنا. كتجي اللومجه ياك، اللومجه الاولى ديال 10 10 الوغ ديال 10 الصباح شنو كنفكر ما كرهتش ان الامهات تعطي الوليدات ديالهم يديو معاهم سميتو في داك السويك ديالهم يا اما التفاح يا اما الخيزو. التفاح والخيزو فيه السكريات اللي يعني معقده واللي كتخلي ان الطاقه تكون طويله، مده طويله عند الوليدات. أيه. وفيه الفيتامينات اللي غيحتاجهم الوليدات خاصه العينين ديالهم والسمع ديالهم والذاكره ديالهم. ممتاز. هذه ممكن ان تكون كما كيقولوا اون اوبسيون. كذلك ممكن يعطيو الوليدات ديالهم لو فروماج، خاصه ان الفروماج غني بالكالسيوم والبروتينات اللي غادي يقدر ينفع الوليدات ديالنا في اثناء الاداء ديال الدراسه ديالهم. وممكن حتى الا ما شربوش اتاي مثلا في ديك الصبحيه يديو معاهم ديك تيرموس صغير ويكون معاهم في الكويز داتا. علاش؟ لان قلنا غني بالبوليفينولات اللي غادي تساعدهم على التنقيه ديال الدماغ ديالهم وبالتالي تساعدهم على التركيز اثناء الحصه. اذا هادو كما كيقولوا دي زوبسيون اللي نقدروا نعطيهم للوليدات ديالنا الوقيته اللي غيكونوا توجهوا فيها المدرسه ديالهم. نعم. بعد ما شفنا المقترحات ديالكم بالنسبه للسناك اللي ممكن نعطيو للوليدات ديالنا باش ان دائما تبقى
الطاقة هي الغاية من هذه المواد هذه. غنرجعوا باش نشوفوا الغداء اشنو ممكن يكون فيه هذه الوجبة هذه اللي هي وجبة مهمة وبزاف الناس كيعتمدوا عليها بالأساس. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم من خلال رقمنا اللي هو 05 22 36 05 36. برنامج شادة الأسرة وفقرة التغذية أهم رفقة الأستاذ والباحث محمد أحسين اليوم متخصص في التغذية كذلك. مازال كنتكلموا على الوجبات الغذائية اللي كتعطي الطاقة للجسم ديالنا. وأكيد مرحبا بالأسئلة ديالكم في هذا الإطار على 05 22 36 05 36. نبداو بالوجبات أولا شنو أهم المواد الغذائية اللي تقدر تحتوي على عناصر ديال الطاقة في الغداء ديالنا أو الغداء ديال الوليدات عموما. ألو بالنسبة للغداء كان عندنا المسألة ديال البروتينات وخاصة فاش كنتكلموا على البروتينات كنتكلموا على السمك. نعم. أو كنقولوا عاوتاني البروتينات الحيوانية الطرية. البروتينات الحيوانية الطرية كنقصدوا بها اللحم ديال الدجاج. أييه. الحوت السردين. لو سومون. باغ إكزومبل البيض كذلك. هذو كلهم بروتينات اللي الجسم كيحتاجهم بواحد الشكل كبير وكبير جدا. وكذلك الدهون الجيده. والدهون الجيده غالبا كنقولوا لافوكا. وكنقولوا الزيت البلديه لاش اللي كتعطينا لي بوليفينول وكتعطينا الاوميغا 3 اللي غتخلي الوليدات غنجددوا لهم الخلايا ديال الدماغ ديالهم والانتاج ديال الطاقه اللي غادي يحتاجوها كذلك في العشيه باش يكونوا يعني فايقين اثناء الدروس ديالهم المسائيه. كذلك الغداء ديالهم خص يكون فيها الورقيات الخضراء. الورقيات الخضراء بحال لي زيبينار بحال الخضر الورقيه بحال لي زيبينار بحال البروكولي بحال لي شو. هادو الدور ديالهم انهم كيزودوا الذات ديال الوليدات ديالنا بلي فيتامين وبالاملاح المعدنيه اللي كيوقف عليها الجسم. فمجموعه ديال الانزيمات ما يمكن لها تحرك الا كان واحد المجموعه ديال الاملاح المعدنيه وهذه كتكون مثلا في هاد المكونات اللي تكلمنا عليهم. الهرمونات كذلك ما يمكن لهم يتحركوا الا بواحد المجموعه ديال الاملاح المعدنيه والانتاج ديالهم ما يمكن يكون الا بواحد المجموعه ديال الفيتامينات سميتو الخضروات الورقيه. هي من الاشياء اللي كنصحوا بها في هذا المجال باش اننا نزودوا الذات ديالنا بما يكفي من الاملاح المعدنيه والفيتامينات وما نكرهش تكون كذلك هذا الشيء يكون في الوجبه ديال الغداء ديال الوليدات ديالنا. فبطبيعه الحال فاش كنقول وليدات حتى الكبار في حاجه لهذا الشيء. الاشياء اللي كتزيد تعطيني وتعزز لي الطاقه في الذات ديالي وديال الوليدات ديالي وهي الحبوب الكامله. نعم. الكينوا. الروز الاسمر. هذو كلهم ما بالاشياء اللي ممكن انها غنيه باسم ما يسمى بالسكريات المعقده. واللي التحليل ديالها كيكون ببطء وكيعطيني هذاك التحليل كيكون ببطء كيعطيني طاقه يعني مع المده الزمنيه الطويله. هذيك الطاقه اللي كل مره عندي منها شويه كل مره عندي منها شويه كل مره عندي منها شويه كدي هذيك الطاقه كتولي مع الوقت كامل كنستافد منها وكندوز الوليد كيدوز الوقيته ديال الدراسه ديالو كامله افيك طاقه اللي ماشي بحال السكريات البسيطه اللي كتطلع ليا البيك في البلاصه وكيهبط وكتولي الانسولين كتشتغل في واحد الدقيقه وما كيبقاش عندي الطاقه والدري كيبقى يحس بواحد العياء وواحد الخمول وواحد النعاس اثناء الدراسه. نعم. فكل ما كانت عندي سكريات معقده كل ما كنضمن ان الطاقه ما غتكونش عندي فيها اون بيك في الذات ديالي وغتكون عندي بالمستوى المعتدل وخطيله لابريميدي اللي غيكون مشى فيها الوليد للمدرسه. اذا قلنا هذه من ما بين الاشياء المهمه اللي خصنا نحطوها في الوداء. قلنا البروتينات وقلنا الاشياء الغنيه بالاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي هما الخضروات. وقلنا كذلك الاشياء اللي غتعطيني الطاقه بشكل اللي هو معقلان اللي هي الحبوب الكامله والكينوا ولوري داك الروز الاسمر. ثم ممكن كذلك نفكروا في ان نعطيو للوليدات وهذه هي الوقيته ديالهم هي جات ما يسمى بالقطنيات. القطنيه بحال اللوبيا بحال الحمص كذلك بحال العدس هذو كلهم كيعطيونا الفول هذو كلهم كيعطيونا بروتينات اللي جيده ويستفد منها الجسم ديال الوليدات وكذلك الجسم ديال الناس الكبار. نعم. ما نساوش راسنا اننا الوليد ديالنا لا في الصباح ولا مع 10 دنار ولا مع 12 دنار
دائما تكون معاه قرعه ديال الماء ديالو اللي غتخليه ايدراتي الذات ديالو، وما كيكونش عنده واحد المشكل ديال ديزيدراتاسيون. وبالتالي كل ما كان الجسم مميع وكان الجسم عامر بإدراتي كل ما التفكير التفكير كيكون مزيان والكونسنتراسيون كتكون مزيان والذاكره كتكون مزيانه والتخزين ديال المعلومه كيكون مزيان. نعم. اذا التله ديال الاشياء اللي خصها تكون، قلنا خص تكون عندي سورس دو كربون، خص تكون عندي دهون، خص تكون عندي سورس دو بروتين دينيرجي، وخص تكون عندي املاح معدنيه وفيتامينات، وخص يكون عندي الماء. نعم. وهادو الا تجمعوا في الوقيته ديال الغداء الوليد ولا الناس الكبار كلهم غادي يكونوا وغادي يتمتعوا باذن الله بصحه جيده. ممتاز. كاين الكاسكروت ديال ربعه العشيه. نعم. شنو كنت سناك سناك لا سناك ولا بالعربيه شنو الولجه؟ خلينا في اللي عارف دابا اللمجه، خلينا اللي عارف. الله يهديك، انا سمعت جاوبين. خلينا اللي عارف اللمجه. ما تبقاش عارفه غير انت بوحدك، خصنا نعرفوا كاملين اللمجه. الوغ بالنسبه للوجبه ديال الاربعه ديال العشيه ولا اللمجه ولا الكاسكروت ولا السناك، هادو خلينا في الكاسكروت كيعرفوا الناس كاملين. صافي باش نقول لك كيف ما كلش الكوتي ديال الاربعه ديال العشيه. مرحبا. الوغ في الكاسكروت كناخذ الياورت، كناخذ لي فرويساك. هذاك الياورت كما قلت زائد لي فرويساك. الياورت بطبيعة الحال من الأحسن يكون سون سكر بالنسبة للوليدات الصغار في العشية، لأنه غادي يجي وغادي يبغي ينعس وغادي يجي وغادي يبغي هذا يحفظ شي شوية، ما خصش تكون عنده أسي دو سكر سامبل أو السكريات البسيطة اللي غتعطيه خمول اللي كتعكزو على أساس أنه يحفظ في العشية. ألوغ شنو كنعطيه؟ الياورت اللي بدون سكر، وكندير ليه فيه لي فرويساك، خاصة كما قلت قبل قليل يكون فيها اللوز، يكون فيها القرقع، ويكون فيها كذلك حتى ذاك الكرموس الشريحه. هادو كلهم نخلطهم ليه، نقدر كاع نديرهم ليه سوفور بحال شي سموسي مطحونين، وياخذوا وغادي يشربوا مع ذاك الياورت اللي هضرنا معاه اللي هضرنا عليه. ثم كذلك ممكن تصاوبي لي سموسي، ممكن انت تصاوبي لي سموسي مكون من 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 لي ليغوم فير الخضروات الخضراء ومن لي فروي، وتخلطيهم ليه بالياورت، حتى هو مفيد جدا للذات ديالو. يا اما يديها معاه المدرسه، يا اما حتى يجي من المدرسه واول حاجه تبدا ليه الوالده ديالو او اللي مكلف به يبدا ليه بهذه العمليه ويرتاح مده ديال ساعه ونص حتى ساعتين. نعم. دابا شفنا معك اهم المواد الغذائيه اللي كتحتوي على الطاقه او اللي كتعطي الطاقه للجسم ديالنا، ما بين الوجبه ديال اللي كيكون ما بين الوجبات وكذلك الوجبه ديال الغداء. اكيد باقى وجبه اللي هي الوجبه ديال العشاء، اللي هي وجبه اللي هي مهمه بزاف. الناس ربما كتبغي تعرف الاهميه ديالها على الذات، اشنو ممكن تعطي من فوائد كذلك. واكيد مرحبا بالاسئله ديال كل المستمعين والمستمعات. فقره تغذيتنا اهم موضوعنا هما الاغذيه اللي كتعطي الطاقه للجسم ديالنا وخاصه الوليدات ديالنا، من خلال التواصل على الرقم اللي هو 0522 36 05 36. نكملوا دائما في هذا الاطار الوجبات او المواد الغذائيه اللي تقدر انها فعلا كتعطي للذات ديالنا، سواء هي بشكل فردي او ليله تجمعات مع بعض المواد الاخرى، انها تعطي طاقه للجسم ديالنا. نبقاو في ما بين الغداء والعشاء او نمشيو للعشاء ديريكت هما الوجبه ديال العشاء؟ الوجبه ديال العشاء. الو في الوجبه ديال العشاء دائما خصنا نفكروا فان الطبله ديالنا او لا داكشي اللي غنشوفوا قدامنا يكون فيه البروتينات. فاش كنقول البروتينات، من الاحسن يكونوا دوك البروتينات الطريه بحال الدجاج البلدي، البيض، سورتو في الليل من الاحسن يكون البيض، لانه كيكون سريع في الهضم ديالو، او لا يكون اللحم ديال الغنمي اللي يكون فيه كاين اللحم الغنمي واحد 600 غرام مع 300 غرام ديال الدواره ديال الغنمي، مع واحد 100 غرام ديال الشحمه، مع القبطه ديال القزبور والمعدنوس والكرافس، مع المطيشه والبصله والثومه، وهادو كتدخلهم وكديرهم سو فورم ديال الكفته. هنا كتعطيك واحد الخليط اللي هو عجيب من ناحيه ديال المذاق، ومن ناحيه كذلك حتى ديال العناصر الغذائيه ديالو، بالاضافه الى التوابل اللي ممكن نزيدوها عليه. دونك كما كيقولوا هاد اللحوم
الطريه او البروتينات الطريه، منهم الدجاج البلدي، منهم الغنمي، منهم الحوت، منهم كذلك البيض. البيض الاستاذ راه في المباشر، في المباشر. دونك مرحبا بالتواصل ديال كل المستمعين والمستمعات على رقمنا، ماشي رقم الاستاذ، على 0522 36 35 36. دونك البروتينات الحيوانيه مهمه جدا. أيوة. في الوجبات ديالنا وحدها يكونوا واحد التفصيل ديال الفواكه اللي عندها الوان متعدده، مثلا غتلقى اللون الاحمر، اللون الاصفر، اللون الاخضر، الانوان كلها تكون عندنا في ديك في ذاك التفصيل ديالنا، باش كنعرفوا بان بمجرد ما كيكون عندي الوان متعدده في ذوك الفواكه كنعرف بان عندي عناصر مغذيه متعدده. نعم. وهذه العناصر المتعدده فيها المضادات الاكسده، فيها الاملاح المعدنيه، فيها الفيتامينات والاشياء التي يحتاج اليها الجسم، في منهم لي باس بيريك بيريميديك وما الى غير ذلك من الاشياء المفيده والمهمه والمطلوبه من قبل الجسم ديالنا. نعم. هادو كلهم موجودين كما كيقولوا في ذوك الفواكه المزخرفه بالالوان ديالها. ثم عندنا دائما العنصر ديال الطاقه خصو يكون حاضر معنا. والعنصر ديال الطاقه قلنا الحبوب الكامله، يكون يعني الخبز كامل او لا الكينوا او لا الرز للاسمر، وهذا كله المهم فيه هو انه غادي يعطيني طاقه اللي غتخلي اثناء النوم ديالي الجسم خدام، باش القلب يدير العمل ديالو على احسن ما يرام، الرئه دير العمل ديالها على احسن ما يرام، وكل مكونات الذات ديالنا غدير العمل ديالها على احسن ما يرام. ثم عندنا الدهون الجيده. الدهون الجيده ما نكرهش الانسان دابا يفكر، كنا كنسمعوا شحال هذه الويل دوليف اكسترا او زيت الزيتون اكسترا فيرج. دابا ولينا كنقلبوا على زيت الزيتون ماشي فقط اكسترا فيرج، مي تكون غنيه بلي بوليفينول، وكل ما كانت غنيه فيرج باش الناس تعرف ان ما تكونش فيها الملحه. ايوه هذه كتكون فيها اكسترا فيرج لان لاسيديتي ديالها كتكون قليله بزاف، وكتكون كذلك غنيه بالبوليفينول، داكشي اللي كنسميوها الويل دوليف بوليفينول بوليفينولي. ثم دائما كنقول القرقاع، القرقاع، القرقاع مهم جدا للجسم ديال الانسان، مهم جدا خاصه للدماغ، وكذلك اللوز. وما نساوش في الوجبه ديال العشاء ديالنا يكون الماء، وفي الماء هذا الماء كيلعب الدور ديال انه تكون اون ايدغاتاسيون ممتازه للذات ديالنا. هذا فيما يخص الوجبه ديال العشاء، ولكن كاين هناك واحد المجموعه ديال النصائح اللي كذلك نقدروا نقدموها للمستمعين الكرام فيما يخص الوجبات الغذائيه ديالهم. اولا خص الوليدات ديالنا او لحنا لنشوفوا بان دوك الوجبات الغذائيه كلها اللي تكلمنا عليها يكون ناقصها سكر. نعم. وخاصه ذاك السكر المكرر او لا السريع ديال الذوبان في الجسم ديال الانسان. الدهون المشبعه حتى هي اللي كتسمى ليزويل غرا او لا لوغرا هيدروجيني، ليزويل هيدروجيني. هاد ليزويل هيدروجيني عندهم مشاكل بعديه في الذات ديالنا اللي تقدر تدمرها بواحد الشكل غير ملحوظ. ثم كذلك الملح حتى هو نقصوا منه او نحيدوه او نعوضوه بالملح ديال الهيمالايا، لان الملح ديال الهيمالايا ما فيهش غير جوج الانواع ديال الاملاح المعدنيه، بل فيه ما يزيد على 80 نوع ديال الاملاح المعدنيه اللي تقدر تفيد الجسم ديال الانسان. ينقص غير في يكون ثمنه مناسب. ايوه هذا هو ربما ملي كنتكلموا على المواد الغذائيه وكنتكلموا على بزاف كنتكلموا حتى على اليوم القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي وشنو خاصو ياخذ. فنمشيو في هذا الشكل هذا. تكلمتي على ان من المواد الغير مهدرجه، يعني انا تكلمتي عليها، تكلمتي على البروتينات الحيوانيه، تكلمتي كذلك على الحبوب على غيرها. المواد المهدرجه اللي ما خصناش نهدف، غير المهدرجه مهمه للجسم. فوالا هادشي اللي تكلمت عليه. دونك حنا ملي تنتكلموا على المواد الغذائيه كلها وتكلمتي على الوجبه ديال العشاء، حنا ديما تنسمعوا ويشاع ويقال ان الوجبه ديال العشاء خاصها تكون وجبه اللي تكون شويه خفيفه، ما تكونش ثقيله. مثلا تتكلم على الخلطه اللي تكلمتي عليها في البدايه، فيها بزاف اول شيء ديال المواد، وكل ماده تبارك الله ثقيله بفيتاميناتها بمعادنها بكل ما فيها وبروتينات حيوانيه، وحنا كنعرفوا الاهميه ديال البروتينات الحيوانيه في الذات ديالنا. هنا مثلا نتكلموا على هذا الكم هذا،
امتى خاص الانسان ياخذ الوجبه ديال العشاء؟ واشنو خاصو يكون فيها بالتحديد؟ واشنو اللي خاصو يكون اكثر واشنو اللي خاصو يكون قل؟ اجي نتكلموا على هذه النقاط هذه باش هكذا تكون المعلومه واضحه لكل مستمعين ومستمعات ولينا ايضا. واكيد مرحبا دائما بالاسئله ديالهم في هذا الاطار على 05 22 36 05 36. تفضل. مرحبا. هي في حقها في هذا الامر هذا كله كاين واحد لو كالكول اللي كيدار. لو كالكول اللي كنحاولوا مثلا كل واحد على حساب الطول ديالو على حساب الوزن ديالو اشنو هما العدد ديال السعرات الحراريه اللي خصو ياخذ في اليوم ديالو، ومن خلالها كنحاولوا نديروا ان كالكول اللي كنقسموا على الغداء والعشاء، بمعنى ان الجسم ديالنا كنحاولوا بطريقه كما كيقولوا شيء ما معقلانه كنقولوا ها شحال غنعطيو في الغداء اش غنعطيو في العشاء. الوغ في الوقيته اللي غادي نجي دابا وكان غادي باش ما نهرش راسي بقوه الحسابات شنو كنقول؟ كنقول اودي انا خصني نعطي الوليد ديالي او لا نعطي لراسي واحد الكم ديال الماكله. مثلا الوليدات الصغار غادي نعطيهم مثلا 2 كيلو ديال الماكله في النهار، هذوك 2 كيلو نقسمها له مثلا مع الوحده مع 12 نعطيه الجزء منها، ومع 8 د الليل نعطيه الجزء منها. عندنا 12 و 8 د الليل هي الاوقات كما كيقولوا البدايه ديال الغذاء كتبدا من 12 وكتبقى تمشي حتى للجوج، ولكن البدايه ديال العشاء كتبدا من 6 د العشيه وكتسالي مع 8 د الليل. فالاكل ديالنا مور 8 د الليل ممكن يدير واحد شويه ديال الارهاق للعمل ديال الذات ديالنا في الوقيته اللي غادي نبغيو نعسوا، لا على المستوى ديال الحفظ ولا على المستوى ديال الاداء ولا على المستوى ديال انك تتمتع بداك النوم العميق اللي كيتسناه كل انسان. فكل ما كيلاحظها الانسان كل ما تعشى بكري ما بين 6 و 8 د العشيه كل ما كيحس براسو بانه كينعس مزيان. علاش؟ لان العمليات ديال الهضم دارت في الوقيته اللي كان السيد كما كيقولوا فايق، ولكن العمليات ديال التوزيع والعمليه ديال اعاده البناء وهذا كتكون في الوقيته اللي كيكون ناعس. في الوقيته اللي كتكون العمليه ديال التوزيع واعاده البناء في الليل كيعيش كينعس الانسان مرتاح، ولكن في الوقيته اللي كيكون كيكمل العمليه ديال الهضم في النوم هنا كيبقاو لي كوشمار يجيو عندي، هنا كيبقى النعاس كيجي ثقيل، وهنا كيبقى يقدر ينوض جوج حتى ثلاثه المرات في الليل. علاش؟ لانه ما خلاش الجسم يقوم بالوظيفه الاساسيه ديالو قبل النوم. داكشي اش كنقولوا ودي الوجبه ديال العشاء تكون ما بين 6 حتى 8 ديال الليل. ما بين 6 حتى 8 ديال الليل غيكون فيها الوقت المناسب للاكل، وثم في الوقيته اللي كيمشي الوليد يحفظ وداكشي فهذيك الحفاظه اللي كيدير راه كيقوم بالعمليه ديال الهضم ديال ذوك المواد اللي كان كيدير. فهذاك الخدمه اللي ينوض كيجري ويطلع للسطح وهذا راه كيقوم بالعمليه كيساعد على العمليه ديال الهضم اللي كاين عنده في المعده ديالو، وما كتجي الوقيته ديال العشاء حتى كيكون تقريبا هضم الكثير من داكشي اللي كلا، وبالتالي غادي ينعس النعسه ديالو المفيده، النعسه اللي كيتسمى لو سومي ريباراتوار او النوم المعالج. كينوض في الصباح ديالو فايق على احسن ما يرام. نعم، مازال نرجع معكم نشوف ما بين الوجبه ديال العشاء وما بين الفتره ديال النوم. كنعرفوا ان خاصو يكون واحد الوقت الانسان شنو خاصو ياخذ. بزاف الناس ربما كتكون في عرضات في غيرها كتخم واش كاين شي مشروبات اللي هي مفيده حتى هي كتساعد الانسان على الطاقه وكتساعد الانسان على النوم. اكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم على رقمنا اللي هو صفر. كتبغي دائما كيف كنقولوا انها تنعس خفيفه او على الاقل كيف كنقولوا تبكر الوجبه ديال العشاء ديالها، وعلى الاقل واحد المده شحال اللي غنشوفوها معاك اللي تقدر انها تفصل ما بين العشاء وما بين النوم ديالنا، وشنو الحاجات اللي ناخذو في حاله الانسان حس بتخمه او لا شي حاجه اللي كانت شي اعراض او غيرها. واكيد مرحبا بالتواصل ديال كل مستمعين ومستمعات. نذكر برقمنا مره اخرى 05 22 36 05 36. تفضل. الو، بالنسبه لاخر محطه ديال الاكل خاصها تكون مع 8 الليل، فوقها كتبدا مشاكل ديال كما قلت قبل قليل ديال الهضم وسوء النوم في اثناء الاخذ ديال الانسان ديك الفتره ديال النوم ديالو. إضافة إلى ذلك يقول كوتي بأنه لقيت الإنسان إلى نعس فوق 12 الليل غالبا ما كيلقى مشاكل في النوم ديالو، مشاكل أنه يا إما كيكون عنده نقص في السوايع ديال النعاس، وهذاك النقص ديال السوايع ديال النعاس الا جمعتي نهار كل نهار مشات لي منه ساعه 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 كيجي واحد الكومون اللي كيعطيك بحال لا درتي واحد 24 ساعه ديال فيق 24 ساعه كامله. هذاك النقص ديال 24 ساعه راه كينقص لك من الطاقه.
وكينقص لك من المجهودات ديالك وكينقص لك من 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 القدرات ديالك البعديه. فكل ما كان الانسان حرص على اساس انه ينعس قبل 12 الليل كل ما مهم، لان غادي ياخذ النصيب ديالو والحق ديالو من النوم اللي غادي يخليه من بعد ذلك كيبقى دائما محافظ على الطاقه اللي غتعطيه واحد يعني الشحنه اللي غطولو ان شاء الله في العمر ديالو من خلال الحفاظ على الطاقه ديالو. وكان واحد الفرنسي سبحان الله شنو قال، قال لك اوجوردي او كومونس افوار نو زونفو مورير افون نو، الوليدات ديالنا ولينا كنشوفهم كيموتوا قبل منا. العاده ولا الطبيعه هما الناس الكبار هما اللي كيسبقوا الشباب وكيسبقوا الوليدات الصغار، دابا ولا العكس. علاش؟ لان الوليدات ديالنا ما بقيناش كنحاولوا نحافظوا لهم على النمط الحياه اللي خصو يعاونوا على اساس ان الصحه ديالو تبقى مداومه معاه مده زمنيه طويله. كتلقاه ما كينعش بكري، كيتلقاه كاين ياكل اي حاجه، كتلقاه كيدير يعني السبور ماشي بصفه مسترسله. المدارس دابا تقريبا لا بليبار ديالهم ما كيديروش داك كما كانوا كيديروا لنا شحال هذيك اي اس اس، كنا كنديروا لنا لابد من حصص رياضيه في المسود. كان ولكن العدد كبير هما وليداتنا كبروا في مؤسسات اللي ما كانوش كيديروا فيها الرياضه. وهذا انا استغربت يعني غير هذا غير بين قوسين، ولد اختي انا يلا في اول سنه وعندهم راس سبوع هادشي اللي كاينه ممتاز. هاد المدارس خصهم كلهم يرجعوا لديك الطرق القديمه اللي كنا الوليدات ديالنا كنا كاملين وكبرنا على اساس انه الرياضه كتبدا معنا حتى الا كانت في الابتدائي ما كانش، كانت كتبدا في الكوليج 100% والليسي 100%، وكنا هكاك كانوا فيها خرجوا من هذه المؤسسة تخرجوا أبطال اللي في المجال ديال الرياضة. ليس فقط الهدف هو أنه يتخرجوا لنا أبطال، بل بغينا وليدات ديالنا يكونوا من الناحية الرياضية فيهم شيء بحال قلتي إدمان على الرياضة، وهذاك الإدمان على الرياضة غادي يخلي دائما الصحة ديالهم تكون في المستوى العالي والطاقة ديالهم تكون في المستوى العادي، الأداء ديال الجسم ديالهم يكون في المستوى العادي، المكونات ديال الذات ديالهم كلها من ألفها إلى ياء من الراس حتى الرجلين. كتلقى الكبد هو هذاك، كتلقى الرئة هي هذيك، ما كاين لا تشمع ديال الكبد، ما كاين لا تشمع ديال المسار ديال الأحشاء. هذا كله راجع إلى أساس أنه الوليدات كانوا كيتمشاو باش يوصلوا للمدرسة ديالهم، وكذلك الوليدات كانوا كيديروا الرياضة أثناء الدراسة ديالهم، وهذا كله كان كيلعب دور مهم في أن الجسم كليا كيكون كيتمتع بالمكونات بدون ما يكون فيها شوائب، بدون ما تكون فيها زوائد اللي كتجي من 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 التغذيه ديالنا اللي فيها بزاف ديال السكريات البسيطه. هذا من جهه. من جهه اخرى لما تكلمنا قبل قليل على العشاء شنو قلنا فيه؟ خاص يكونوا فيها دي بروتينات، ويكون فيها دهون جيده، ويكون فيها فيتامينات واملاح من خلال الخضروات والفواكه اللي غادي نعطيو لهم، ويكون فيها المزودات ديال الطاقه من خلال دوك الحبوب اللي تكلمنا عليهم. هاد زائد الماء، هاد الخماسي اللي كيشكل لي بيليي او لا الركائز ديال التغذيه خصني نشوفهم في الغداء ديالي وخصني نشوفهم في العشاء ديالي. الكم ديك الساعه كنشوف على حساب الوليد ديالي، كل ما كان الوليدات صغار غالبا كيكونوا في النهار ديالهم ما كيفوتوا 2 كيلو ديال الماكله اجمالا، بمعنى نقدر نفرقها له كيلو في الغداء وكيلو في العشاء. ولما كيكون الانسان كبير يقدر يمشي حتى ل 4 كيلو، 2 كيلو في الغداء و2 كيلو في العشاء. هذه فاش كنقول 2 كيلو فيها ذاك الخماسي كامل اللي هو البروتينات، فيها الخضروات وما الى غير ذلك، فيها الزيوت، فيها هذا الشيء كامل يكون موجود في الغداء، وهذا الشيء كامل يكون كذلك موجود في العشاء. ثم لي ليميت ديال الماكله ديالنا تبدا مع 12 وتسالي مع 2، ولي ليميت ديال الماكله ديالنا تبدا مع 6 العشيه وتسالي مع 8، والنعس قبل 12 الليل. هادو كلهم بحال كتقولوا خطه الطريق اللي رسمناها باش انها نعطيوها للمستمعين الكرام ديالنا كيفاش مستقبلا نحاولوا نتعاملوا مع الذات ديالنا. هذه من جهه. من جهه اخرى وهذه المناشده الى كل المستمعين الكرام اللي كيسمعوا لنا في هذا الوقت، هذه الذات ديالنا خصنا نبقاو نتعاملوا معها باحترام. الذات ديالنا المعده ديالنا خصنا نتعاملوا معها باحترام، بمعنى ان في الوقت اللي غادي ندخل شي حاجه للكرش ديالي نضرب ليها 66,000 حسبه قبل ما نحطها في الكرش ديالي، ماشي غير نشد نامبورت كوا واللوحه وكأن شرف الله قدركم المعده ديالنا قمامه. المعده ماشي قمامه، المعده بحال قلتي دوله
اللي كتقوم بواحد المهمه جد فعاله لاداء الوظيفه ديالها في تزويد الذات بجميع ما يحتاجه الجسم. فلهذا في الوقت اللي غادي ندخل، واش هادشي اللي كندخلو فيه البروتينات، واش هادشي اللي كندخلو فيه دهون جيده، واش هادشي اللي كندخلو فيه سكريات ممتازه، واش هادشي اللي غندخلو فيه الاملاح المعدنيه والفيتامينات لي باسبيريكوم بيراميديك، واش هادشي اللي غادي ندخلو فيه الماء اللي محتاج ليه الجسم. الا كان هادشي كله موجود في داكشي اللي غندخل الكرشي فانا كنحترم الكرش ديالي. الا كس هادشي ما كاينش، هنا كنقول كنطرح واحد المجموعه ديال علامات الاستفهام في الكيفيه ديال التعامل مع الذات ديالي. وهنا إلا جا من بعدها أمراض فأنت اللي كتحمل المسؤولية ديالها، وإلا جات هناك اختلالات فأنت هو اللي كتحمل المسؤولية ديالها. فعلاش كانوا الجدود ديالنا ما كيمرضوش؟ علاش كانوا الجدود ديالنا ما كيعرفوش شنو هي العلة؟ علاش؟ لأنهم كان دائما كياكل ما يخرج من التراب، وكياكل ما ينزل من الشجرة. هذاك الشيء اللي كيطلع من التراب فهو كيتماشى مع وعنده واحد العلاقه جد وطيده مع الجسم ديالنا، واللي كيطيح من الشجره عنده علاقه جد وطيده مع الجسم ديالنا، وهذاك الحيوانات اللي كتجري اللي مولفين اننا كناكلوها، هذيك كلها لها دور كبير في اعاده البناء من الفه الى يائه لذاتنا. ممتاز. اذا هكذا شفنا مع كل مستمع مستمعات اهم الوجبات اللي ممكن تعطي الطاقه للذات ديالنا والوليدات ديالنا. كنشكركم بزاف الاستاذ والباحث محمد حسين، انت اخصائي في التغذيه كذلك. مرحبا. وشكرا موصول لكل مستمع مستمعات اللي اكيد